يعني الانسان واحدة من اثنين، لو يبوق لو يشتغل، فرصة العمل ماكو بالعراق، وين يروح؟ تركض ورا الشرطة؟ فهموني، اذا فرصة العمل منتهي ما بين يجيبون خاصة احنا بمحافظة البصرة، يا اما يجيبون واحد من غير محافظة او يشغلون الايراني والبنغالي. زين احنا نبوق نشرب المخدرات كلنا حتى نشتغل عدل، حتى نوكل عوائلنا. اول شيء كلامي الى الادارات المسؤوله، الادارات المحليه، الشرطه والشرطه المحليه. قضيه البطاله او العاملين الاجانب الغير نظاميين او الغير قانونيين وين صارت؟ يعني انتم من 1/4 لحد الان زادت كل انواع المصائب عليكم، من سرقات، من تسليب، من تجارة مخدرات، والسبب شنو؟ زيادة بالبطالة. افهموا اللي تقعدون الناس العراقيين وين راح يروحون؟ اكيد راح يروحون اللي يسمونه المتدين يسمونه طريق حرام، والعلماني يسمونه طريق اخر. فهمونا احنا وين نروح؟ وين رايحين؟